أجمل هذه اللوحة التي يرسمها الخالق في كل مساء، فهي تذكرني بمحبته الفائقة لي ولك أنت. الإله الذي خلق كل هذا أشك في أنه يراني أو يعرفني. قد يهتم الله القدير برجل تقي، هارون عادت أمي مع لكن ليس بامرأة مثلي. رفقة، لو كنت معنا خلال السنوات التي علمنا فيها. من؟ المعلم يسوع؟ سفيرة، حدثينا عنه يا مريم المجدلية. نعم، أخبرينا بكل قصتك. حسناً سأفعل. هيا. حسناً، علي أن أرويها من البداية. حين التقيت يسوع؟ كلا، لنفهم قصة يسوع علينا أن نبدأ من زمن بدء الخليقة كما يرويها لنا الكتاب المقدس. في البدء خلق الله الأرض وكل أنواع النباتات والحيوانات ومخلوقات البحر. فقد جبل الإنسان الأول من تراب ونفخ فيه من روحه باعثاً فيه الحياة. كان الإنسان الأول يدعى آدم. وقال الله: ليس جيداً أن يكون آدم وحده، سأخلق له معينة ورفيقة لحياته. فأخذ الله واحدة من أضلاع آدم وخلق منها امرأة سماها حواء. عاش آدم وحواء في محضر الله في جنة عدن التي أعدها لهما. وكان الله يتحدث إلى آدم وحواء ويمشي معهما في الجنة، فهناك لم يكن شقاء أو ألم أو موت. وقال الله لآدم: من جميع شجر الجنة تأكل إلا شجرة معرفة الخير والشر، إن أكلت منها موتاً تموت. ولكن ذات يوم أغوى الشيطان حواء، فأخذت من ثمر الشجرة المحرمة وأكلت، ثم أعطت زوجها آدم فأكل هو أيضاً. في تلك اللحظة وبفعل العصيان والخطية التي ارتكبها آدم وحواء، كسرت العلاقة التي تربط بين الله والإنسان، وتلاشى ذلك الانسجام الإلهي بين آدم وحواء. فحكم الله على آدم بحياة الشقاء والكد والتعب، وحكم على المرأة بآلام الحمل والولادة وبأن تكون خاضعة لزوجها. لكن الله قطع عهداً بأنه يوماً ما سيسحق نسل المرأة رأس الحية. وفي الكتاب المقدس يعلن لنا الله الرحيم عن خطته التي أعدها لإعادة العلاقة وشركة المحبة بينه وبين بني البشر. وقد كشف الله عن جزء من خطته هذه للنبي إبراهيم. كان إبراهيم يكرم الله ويثق به ثقة مطلقة، فوعد الله إبراهيم بأن يباركه ويكثر الأمم التي ستكون من نسله. كما ذات يوم امتحن الله إيمان إبراهيم، إذ أمره أن يأخذ ابنه ويقدمه ذبيحة لله. كان إبراهيم يعلم أن الله قد وعده بنسل من ابنه هذا، لكنه رغم ذلك وثق بالله وأطاع أمره. لكن الله ناداه قائلاً: إبراهيم، علمت الآن أنك تخافني وتطيعني، إذ لم تمنع ابنك وحيدك عني. ورأى إبراهيم كبشاً فأخذه وقدمه ذبيحة لله عوضاً عن ابنه.
كان الله يرينا في تقديمه لهذا الكبش بدلاً عن ابن إبراهيم لمحة من خطته العظيمة لخلاص البشر. فهذه الخطة ستكسر لعنة الخطية والموت لتصلح علاقة الإنسان بخالقه وتعيده إلى حياة الشركة والمحبة مع إلهه. كانت هناك فتاة تعيش في مدينة الناصرة مخطوبة لرجل اسمه يوسف، وكان اسمها مريم. سلام لك أيتها المنعم عليها. لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابناً وتسمينه يسوع. كيف يكون هذا وأنا عذراء؟ الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، فلذلك أيضاً القدوس المولود منك يدعى ابن الله، وهو ذا أليصابات قريبتك هي أيضاً حبلى بابن في شيخوختها، وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقراً، لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله. هو ذا أنا أمة الرب، ليكن لي كقولك. فأسرعت مريم لتزور قريبتها أليصابات. أليصابات، مريم، قريبتي مريم. ما سمعته صحيح. مباركة أنت في النساء، ومباركة هي ثمرة بطنك. فمن أين، من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ حين سمعت صوت سلامك ارتقض الجنين بابتهاج في بطني. تعظم نفسي الرب إلهي، وتبتهج روحي بالله القدير مخلصي، لأنه نظر إلى اتضاع أمته، فهو ذا منذ الآن جميع الأجيال تباركني. وولد يسوع في بيت لحم في حظيرة للحيوانات، إذ لم يجد يوسف ومريم مكاناً للمبيت في المدينة، وظهر جمع من الملائكة مبشراً بميلاد المخلص. ولما حان موعد ختان الطفل أطلقوا عليه اسم يسوع الذي معناه المخلص. ثم أخذ يوسف ومريم طفلهما إلى الهيكل ليقدماه للرب. وحين روت لي كل ما حدث معها علمت أن يسوع سيكون أعظم من نبي عادي. ماذا قصد الملاك حين قال أن يسوع سيكون ابن العلي؟ طبعاً هو لا يقصد أن الله سيتزوج بامرأة. كلا كلا كلا، تذكروا أن مريم كانت عذراء، وحملها بيسوع كان معجزة حقيقية من الروح القدس، فالله قادر على كل شيء. ألا تؤمنون بهذا؟ فولادته كانت عجيبة، إذ ولد من امرأة مثلك ومثلي، لكنه أعظم جدا. توبوا عن خطاياكم واعتمدوا فيغفر الله لكم خطاياكم. فالله ذاته أعلن عن هذا حين كان يوحنا المعمدان ابن أليصابات يعمد الناس في نهر الأردن. أنا أعمدكم بماء، لكن يأتي من هو أعظم مني، الذي لست أهلاً أن أحل رباط حذائه،
هو سيعمدكم بالروح القدس ونار الذي مذراته بيده ليفصل بين القمح والتبن ويجمع القمح إلى مخزنه. نزل الروح القدس على يسوع في هيئة حمامة، وجاء صوت من السماء قائلا: أنت ابن الحبيب، بك سررت. وبعد معموديته مضى يسوع يعلم في أنحاء المنطقة، وكانت تعاليمه تبرهن عن سلطانه. أليس هذا ابن مريم؟ إنه هو. اصمتي. روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين بالروح. أرسلني لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأطلق المنسحقين أحراراً، وأكرز بأن الوقت قد أتى ليخلص الرب شعبه. كلامه حسن. اليوم قد تم هذا الكلام الذي سمعته. ماذا؟ تم اليوم؟ ولكن المسيح هو الوحيد الذي يتمم هذا. كيف نتأكد من هذا؟ لابد ستقولون لي هذا. أدهشت كلمات يسوع الجميع، اشفي نفسك. ومعجزاته جعلت كثيرين يؤمنون. إنها هي، ها قد عاودها الجنون. من هذا؟ إنه ذاك المعلم من الناصرة، يسوع. مرحبا. أهلا. اذهبي، لا نريدك هنا. يا معلم، اتركها، لا تنجس نفسك حتى بالنظر إليها. مريم، ماذا تريد منا يا يسوع الناصري؟ نحن نعلم من أنت، أنت قدوس الله. اصمتوا. أيتها الأرواح الشريرة، اخرجي من هذه المرأة. لقد ماتت. لقد قتلها. انظروا، سيلمسها. لا، فرجل بار لا يفعل ذلك. مريم يا ابنة إبراهيم، إنها بخير، ما زالت حية، إنها معجزة. من هذا الرجل؟ حتى الأرواح النجسة تطيعه. إنها معجزة، إنها معجزة. هذا مستحيل. أشكرك. 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 أشكرك.
ومنذ ذلك اليوم صرت واحدة من أتباعه، إذ أردت لحياتي أن ترضي الله. عشت في خجل وعار سنين عديدة، لكن يسوع رد لي كرامتي، فقد أخرج بسلطانه الأرواح الشريرة مني. أيتها الصغيرة سفيرة، دينا، لقد سمعت تعاليم يسوع ورأيت معجزاته. صحيح. إذن أنت تعلمين لما تركت كل شيء لأتبع يسوع، ولم أكن أنا الوحيدة. كنا في جوع روحي وجوع جسدي، كنا في حاجة إلى من يرشدنا للطريق إلى الله. بعد سنين طويلة من المعاناة لم يعد حتى للأمل مكان في حياتنا، لكن يسوع كان يزرع الأمل أينما ذهب. من هذا؟ كان هناك شاب وحيد لأمه الأرملة. أيها الشاب انهض. نبي عظيم قد حل بيننا. أخيرا أرسل الله من يخلص شعبه. إن أحببتم الذين يحبونكم فقط فأي فضل لكم، لأن الخطاة يفعلون هذا أيضا. وإن أحسنتم للذين يحسنون إليكم فقط فأي فضل لكم، حتى الخطاة يفعلون هذا. كيف يلمسها؟ كيف يتحدث إليها؟ يا للعار. لا، أحب أعداءكم، أحسن لهم، أقرضوا ولا ترجوا شيئاً، فيكون لكم أجر عظيم وتكون بني الله العلي، فأنه منعم على الشاكرين والأشرار. فكونوا رحماء كما أن أباكم أيضاً رحيم. كان يسوع يعلم أن الله لا ينظر إلى الخاطئ الأثيم كعدو يكرهه، لكنه يراه كخروف ضال يسعى وراءه ليخلصه ويعيده إلى القتل. لم نكن نعلم أن تقديرنا ومحبتنا للآخرين يجب أن تشمل الذين اعتدنا على كرههم واحتقارهم منذ قرون. فقد كنا نعتبر الشعوب الأخرى بتقاليدها مهددة لنا، إلى أن اختار يسوع السفر عبر السامرة. من هذه المرأة التي يحتقرها الجميع؟ إنها سامرية، ألا يكفي هذا؟ هيا علينا أن نشتري طعاماً، ولا نريد أن يبقى المعلم بانتظارنا. هل تعطيني لأشرب؟ أنت يهودي وأنا امرأة سامرية، كيف تطلب مني ماء لتشرب؟ لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا. يا سيد، لا دلو لك والبئر عميقة، فمن أين لك الماء؟ أبونا يعقوب أعطانا هذه البئر.
التي شرب منها هو وبنوه ومواشيه. فهل أنت أعظم من أبينا يعقوب؟ كل من يشرب من هذا الماء سيعطش ثانية، ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. يا سيد، أعطني من هذا الماء حتى لا أعطش ثانية ولا آتي إلى هنا لكي أستقي. اذهبي وادعي زوجك وارجعي إلى هنا. أنا ليس لي زوج. حسناً قلت إنه ليس لك زوج، لأنه كان لك 5 أزواج، والذي لك الآن ليس هو زوجك. لقد قلت الصدق. يا سيد، أرى أنك نبي. آباؤنا السامريون عبدوا الله على هذا الجبل، وأنتم اليهود تقولون ينبغي أن نعبد الله في أورشليم. يا امرأة، صدقيني أنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآب. أنتم السامريين تسجدون لما لستم تعلمون، ولكن تأتي ساعة، وهي الآن، حين يسجد الساجدون الحقيقيون للآب بالروح والحق، لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له. الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. إنها تلك المرأة. لماذا يتكلم معها؟ هل يعلم من هي؟ أعلم أن المسيح سيأتي، ومتى جاء فسيخبرنا بكل شيء. أنا هو. انظروا الرجل الذي قال لي كل ما فعلته. تعالوا، فهل يكون هو المسيح؟ 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 المخلص المنتظر؟ لا يمكن. تعالوا وانظروا، تعالوا. يا معلم، تناول بعض الطعام. أنا لي طعام لآكل، لستم تعرفونه أنتم. هل أتاه أحد بطعام؟ طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. الحقول قد ابيضت ونضجت للحصاد، انظروا كم من الناس قادمون نحونا. هل بشارة الإنجيل للسامريين أيضاً؟ وجاء أهل السامرة إلى يسوع طالبين أن يمكث معهم ويعلمهم، فمكثنا هناك يومين، وآمن به كثيرون من السامريين. من منكم يمكنه أن يضيف ساعة إلى عمره؟ إن كان لا يمكنكم هذا، فلما تنشغلون بالباقي؟ تأملوا الورود كيف تنمو، إنها لا تتعب ولا تغزل. حتى سليمان في كل مجده لم يلبس كواحدة مثلها. إن كان الله يلبس هذا العشب الذي سيرمى غدا في النار هكذا، فكم بالحري سيهتم بلباسكم يا قليلي الإيمان. يا رب زد إيماننا. لو كان لكم إيمان بقدر حبة خردل وقلتم لهذه الشجرة انقلعي من جذورك وانغرسي في البحر فستطيعكم. لا بد للعثرات أن تأتي، لكن ويل لمن يتسبب بها.
خير له أن يعلق برقبته حجر ويرمى في البحر بدلاً من أن يكون عثرة لأحد هؤلاء الصغار. ماذا يشبه ملكوت الله؟ إنه يشبه حبة خردل أخذها رجل وزرعها في حقله فنبتت وصارت شجرة تعشش الطيور في أغصانها. لست أفهم ما يقوله. لماذا تأكلون مع جبات الضرائب وهؤلاء الخطاط؟ خطاط؟ لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. لم آتي لأدعو أبراراً للتوبة بل الخطاط. لو بإمكاني لمس ثوبه فسوف أشفى. من لمسني؟ هناك من لمسني لأني علمت أن قوة خرجت مني. من دون فائدة. وحين لمست هدب ثوبك شفيت. يا ابنتي، إيمانك قد شفاكِ. اذهبي بسلام. شكرا لك. ناداها يا ابنتي؟ أجل، مع أنها بحسب الشريعة كانت نجسة لاثني عشر عاما. رأى الله ذلها فأعاد كرامتها. لا أدري أيهما يشفي أكثر، سلطان يسوع أم حنانه. لا تخافوا أيها الأحباء، لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. بيعوا ما تملكون واعطوا مالكم للفقراء، واكنزوا لأنفسكم كنوزا في السماء، كنوزا لا تبلى أبدا، حيث لا يصل لصوص إليها ولا يفسدها السوس. فحيث يكون كنزك هناك يكون قلبك. يا امرأة، لقد شفيت من مرضك. هناك ستة أيام يحل فيها العمل ويمكننا أن نأتي فيها للاستشفاء، ولكن ليس يوم السبت. أيها المنافقون، من منكم لا يهل ثوره أو حماره ويأخذه ليسقيه في يوم السبت؟ هذه امرأة من نسل إبراهيم قد ربطها الشيطان 18 عاما، أفلا تفك من هذا القيد في يوم السبت؟
خاطئة. ثانية ثانية، ارجموها يا معلم. هذه المرأة أمسكت في ذات الفعل وهي تزني، وموسى في الناموس أوصانا أن مثل هذه ترجم. نعم، ارجموها ارجموها ارجموها. وأنت ماذا تقول؟ يا معلم، إن لدينا اثنان من الشهود. ماذا نفعل بهذه المرأة؟ من كان منكم بلا خطية فليرمها أولاً بحجر. يا امرأة، أين ذهب المشتكون عليك؟ أليس هناك من يدينك؟ لا أحد يا سيد. ولا أنا أدينك. اذهبي ولا تخطئي بعد الآن. أبي ارفعني. اصعد على كتفي، هل تراه الآن؟ إني أرى يسوع. إنه يتحدى الناموس بكسره تعاليم يوم السبت ومعاشرته للخطاة. إن تركناه يفعل ما يريد فسيتبعه الشعب، وهذا لن يعجب حكومة الرومان التي قد تهدم الهيكل. وسقط بعضها في الأرض الجيدة. ولم يتمكن معارضو يسوع من الإيقاع به أو من إبعاد الناس عنه، لكنهم عزموا على التخلص من الذي يدعي أنه المسيح المنتظر، فوجدوا من قبل أن يخون يسوع. كان يسوع كثيراً ما يصطحب تلاميذه إلى جبل الزيتون ليصلوا، لكنه في تلك الليلة بدا مضطرباً جداً. لماذا أنتم نيام؟ انهضوا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة. يهوذا، بقبلة تسلم ابن الإنسان. يا رب، هل نضرب بالسيف؟ هيا اقبضوا عليه. كفى يا بطرس. معجزة. هل أنا مجرم لتأتوني بعصيكم وسيوفكم؟ في كل يوم كنت معكم في الهيكل ولم تمدوا علي الأيادي، لكن هذه ساعتكم.
أنتم وسلطان الشر. اقبضوا عليه. هل خانه صديقه؟ لقد كان أحد تلاميذه؟ كنا جميعاً نحب يهوذا ونثق به. احرسوه جيداً. في تلك الليلة كان الجنود يضربونه ويهزؤون به. قل لي من ضربك؟ تنبأ من سيضربك الآن. كفى، يكفي هذا، هاتوه للمجلس. هيا. قل لنا، هل أنت المسيح؟ إن أجبت فلن تصدقوني، وإن سألت سؤالاً فلن تجيبوني. منذ الآن هو ذا ابن الإنسان يجلس عن يمين عرش الله. هل أنت إذن ابن الله؟ أنت قلت. لماذا نحتاج إلى شهود بعد قوله هذا؟ بأي سلطان يقول هذا؟ وأنت ماذا تقول؟ لقد سمعتم الآن تجديفه. مذنب. جميعنا سمعنا ما يدعيه. سنأخذه إلى بيلاطس. نأخذه إلى بيلاطس. هو يعلم. نعم نعم، خذوه من هنا. فأخذوه إلى الوالي الروماني بيلاطس البنطي. وكان بيلاطس والياً قاسياً، حكم بصلب الآلاف من الناس. ماذا تريدون في هذه الساعة المبكرة؟ هذا الرجل يفسد الأمة بادعاءاته وأثار شغباً في سوق الهيكل. نحن وجدناه مذنباً، فهو ينهى عن دفع الضريبة لقيصر ويزعم أنه المسيح الملك. حقاً؟ هل أنت ملك اليهود؟ أنت تقول. نحن لا نريد ملكاً إلا قيصر. بحسب الشريعة التي لدينا هذا الرجل يستحق الموت لأنه ادعى أنه ابن الله. لم يفعل هذا الرجل ما يستحق الموت. سآمر بجلده وأطلقه. إن أطلقت صراحة فلن تكون صديق قيصر. أصلبه. نعم أصلبه. أنت وأنت اجلدا. كل من يدعي أنه ملك يكون متمردا على قيصر. تخلصوا منه، اقتلوه، اسلبوه. ماذا تنتظر يا بيلاطس؟ إنه لم يرتكب ذنبا. Enough!
تعملها أنت. هيا تحرك للخلف للخلف. يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. لست أنت المسيح؟ خلص نفسك وإيانا. ألا تخاف الله؟ لقد نال نفسه عقابنا، لكنه لم يفعل ذنبا. اذكرني يا رب، متى جئت في ملكوتك؟ الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس. كان الوقت ظهرا، وفجأة حل ظلام على الأرض لثلاث ساعات. يا أبتاه، في يديك أستودع روحي. مجداً لله، في الحقيقة كان هذا الإنسان باراً. وكان رجل صالح اسمه يوسف الرامي عضو في مجلس الشيوخ، لم يكن موافقاً على صلب المسيح، فذهب إلى بيلاطس وأخذ إذناً كي ينزل جسد يسوع ليدفنه قبل حلول السبت، قبل المغيب. اسمح لنا، نريد رؤية جسد الرب. أهلاً وسهلاً بكم، لكن هيا، فالسبت يدنو. لماذا قتلوه؟ إن كان يسوع مرسلاً من الله، فلماذا سمح الله بموته؟ سألت نفسي هذه الأسئلة،
كان ليسوع سلطان على الأرواح الشريرة، كما كان يقيم الموتى. ألم يستطع إيقاف هذا؟ تبعته 3 سنوات وكل إيمان أنه المسيح المنتظر، لكن بعد موته لا أدري ماذا سأفعل. إنها قصة حزينة فعلا، لكن نهايتها مجيدة. في اليوم الثالث من صلب يسوع، في فجر يوم الأحد، ذهبت وبقية النساء إلى القبر حاملات معنا الأطياب التي كنا سنطيب بها جسد الرب. الحجر دحرج من مكانه. بطرس، يعقوب، يوحنا، استمعوا إلي. الحجر قد دحرج من مكانه، فدخلنا ولم نجد جسد الرب هناك. لقد أخذوا جسد الرب من القبر ولسنا نعلم أين وضعوه. هذا جسد الرب اختفى. اذهبوا لتروا بأنفسكم. وبعد أن ذهب بطرس إلى القبر بنفسه، عاد ليخبر بقية التلاميذ، لكني بقيت جالسة خارج القبر أبكي. لابد أن الجنود أخذوا جسده، أو ربما رجال الدين قتلوه وقتلوا رجاءً به. لما لم يتركوا لنا جسده على الأقل؟ يا امرأة، لماذا تبكين؟ لقد أخذوا جسد الرب ولا أعلم أين وضعوه. يا امرأة، لماذا تبكين؟ من تطلبين؟ يا سيد، إن كنت أنت أخذت جسده فقل لي أين وضعته وأنا أخذه. مريم. يا معلم، لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي. يا رب، إنك حي. اذهبي واخبري إخوتي. إذن أنت لم تتركنا، الرب لم يتركنا. أخبريهم. لقد رأيت الرب، لقد رأيت المسيح. هل قام من الموت؟ نعم. كيف؟ الموت لم ينتصر عليه. لما كان عليه أن يقتل؟ ليقهر الموت. أنا لم أفهم هذا في بادئ الأمر، لكن ظهر لنا يسوع مرات عديدة بعد قيامته وعلمنا عنها. قبل سنين طويلة من مجيء يسوع، تنبأ أنبياء العهد القديم في الكتاب المقدس بآلام المسيح المنتظر. فالنبي إشعياء كتب قائلاً: وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه، وبجراحه شفينا. كما تنبأ موسى قائلاً: ملعون كل من علق على خشبة،
وحين مات يسوع على الصليب حمل على ذاته لعنة خطايانا، لعنة خطاياي التي كان جزاءها الموت. فذبيحة يسوع كانت كفارة لخطايانا، وقيامته حررتنا من براثن الخطية وأنقذتنا من سلطان الظلمة ومنحتنا خلاصاً أبدياً من ذل الخطية وعارية. هذه البركة كانت ما وعد الله به أبانا إبراهيم حين أعلن له بأن كل البشر سينالون بركة من خلال نسله. الجميع؟ حتى النساء؟ كان يسوع يناديني بابنة إبراهيم، وأنت ابنة غالية على قلبه، ويريد أن يباركك كما بارك المرأة النازفة التي شفاها بعد سنين طويلة من المرض، كما شفاني أنا أيضاً. ليس على أي منا أن تعيش في خوف وعار. علينا ألا نشعر أبداً بأننا أقل قيمة من الآخرين. فيسوع نفسه قد قال: روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين بالروح، أرسلني لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأطلق المنسحقين أحراراً، وأكرز بأن الوقت قد أتى ليخلص الرب شعبه. لمس يسوع حياة الناس وغيرها، حتى النساء اللواتي أذلهن المرض شفاهن يسوع. علم يسوع الأطفال والرجال والنساء، الأغنياء والفقراء، الخطاة والأبرار، وأعاد لبني البشر كرامتهم بمحبته وحنانه. فقد شفى المرضى وأخرج الأرواح الشريرة وحرر رجالاً ونساءً وأطفالاً من قيود الشيطان والخطية، مبيناً لنا سلطانه على كل روح شريرة، كما أقام يسوع شباباً وفتيات من الموت، مظهراً قوته وسلطانه على الموت، مع أن الشيطان والأرواح الشريرة تظن أنهم قد انتصروا على يسوع حين سمر على الصليب. لكن الرب يسوع قام من الموت قاهراً كل قوى الموت والشر. إذن هو المسيح المنتظر؟ ما كان لأحد أن يصنع معجزات يسوع ما لم يكن هو المسيح المرسل من الله. كما أنه ليس من شخص غير يسوع، برحمته وحنانه وسلطانه يستحق عبادتنا وتسليمنا له الحياة. فحين خلق الله العالم، خلق الرجل والمرأة ليعيشا في محضره في هناء أبدي. هذه كانت خطته. لكننا كبشر لم نصدق الله وكسرنا وصاياه، وهذه الخطية أدت إلى انفصالنا عن الله القدوس وإلى زوال ذلك الانسجام الإلهي بين الرجل والمرأة. ونحن كذلك استمرينا في عصياننا لوصايا الله، فالكتاب المقدس يخبرنا بأنه ليس من إنسان بلا خطية، ونتيجة الخطية هي الموت والانفصال عن الله. لكن الله لم يرضى لنا بأن نبقى منفصلين عنه وعن محبته، وأن نعيش في ذل وفي خوف. فكما وفر الكبش ليكون الذبيحة بدلاً عن ابن إبراهيم، أرسل الله يسوع ليموت بدلاً عنا دافعاً عقاب خطايانا. فموت يسوع كان ليعيد العلاقة بين الله وبين من يختار التوبة والعودة لله. وعلاقتنا الجديدة هذه بالله القدوس لن تنتهي بموتنا. فاللص الذي كان على الصليب آمن بيسوع قبل موته بلحظات، لكن يسوع وعده قائلاً: اليوم تكون معي في الفردوس. كل من يضع ثقته بيسوع سينجو من العقاب الأبدي ليكون مع الله في حياة أبدية. كيف؟ من خلال إيماننا به. وكيف سيقبلني؟ لقد قبل مريم وقبلني. كيف أتأكد؟ عليك أن تثقي به
وأن تسأليه، تحدثي إليه. يا الله، أيها الآب السماوي القدوس، أشكرك لأنك أحببتني على الرغم من خطاياي الكثيرة. أشكرك لأنك أرسلت يسوع المسيح ليزيل عني لعنة الخطية وعارها. أشكرك لأنك مت بدلاً عني. أريد أن أتبعك أيها المخلص الحي. أشكرك لأجل غفرانك خطاياي وقبولك لي. آمين. 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 شكراً. شكراً. قال يسوع: خرافي تسمع صوتي وأعرفها وهي تتبعني. هو يعرفك يا رفقة ويحبك جدا. هذه بداية علاقة ستستمر مدى حياتك، وسوف تنمو أيضا كلما تعرفت عليه ووثقت به أكثر. فنحن ننمو بطاعتنا كلمته، وبصلاتنا له بإيمان، وبشركتنا مع أتباعه، كما علينا أن نخبر الآخرين عنه، متذكرين ما قاله يسوع: سلام لكم، دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا إلى العالم أجمع وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يعملوا بجميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. آمين.